هلا بالبداية الإيفنت كتير حلو لأنه القائمين على العمل ناس كتير محترفي وعم ينطلقوا من منطلق تقييم أو تقدير الأشخاص المبدعين بمجالاتهم إن كان الفنية أو التأليفية. أنا سمعت إنه في تكريم لأكبر كتاب أو شخص اشتغل على أكبر كتاب بالإمارات العربية المتحدة، فهي الشيء ضروري بمجتمعاتنا لأن الشخص لما بيبدع ولما بيكون عنده إمكانيات أو ملكات بمجال معين إذا نحن ما ضوينا عليه بيحبط، فهذا الشيء كتير ضروري تقدير الإمكانيات الفردية. كريستال أورد يعني عن جد شيء حلو كتير. بدي هني صديقي الغالي سامر زروي على عن جد على العمل كتير حلو بشركة كريستال أورد، وفعلا في بيستاهلوا التكريم عن جد وكتير تعبوا يعني. أنا عرفت إنه موسيقى الكريستال أورد تلحينك صح، وبالاستوديو تصورت بالاستوديو عندك، فينا ناخد شوية تفاصيل؟ ايه صحيح، يعني حكاني منشان نقدر نعمل شيء موسيقى وكانت سريعة الخبرية، فعن جد يعني مبارح كل الوقت نشتغل عليها ل 12 بالليل اللي خلصناها اللي جبت لهم السي دي دغري لهون. الاستوديو مش عندي، سجناها باستوديو مروان عابد تحياتي له، وكمان بدي وجه تحية للفنان حكمة الفطيري اللي هو كان موزع للغنية، وفعلا حلوه شفتيها الموضوع نسمعها هلا. حلوه عن جد حلوه، قعدت تعطي هيك شوي فخامه للمهرجان، عطي واناقه وابداع، عطي هيك شيء حلو تاتش حلوه يعني. ثانك يو انت بتتميز فيه يعني. ميرسي لك عن جد، انت لينا اصلا شاتك مجروحه بتاخذي العقل. انت بدي اقول لك شغله، هو يعني الموسيقى اشتغلناها بفرقة سيمفونية إذا بدك حوان نشتغلها بالطريقة، وكمان بدي أذكر إنه كمان الشركة عندي أو المعهد ميوزيك أكاديمي هو كان سبونسر كمان هون. نعم، وبرجع بقول لك يعطيك العافية، أنت كمان عن جد تعبتوا عم شوفكم كيف عم بتكونوا. أنا لاحظت إنه أنت كمان عم تعطي التكريمات للأشخاص، عم تطلع على طول على البوديوم بالمهرجان، هيدا لأنه الموسيقى كانت من تلحينك، ولا هيدا الفريند اللي أنت مع؟ أنا عم بحكي بس قد ما الموسيقى تعيدك عم تعطيش حكي. هيدا لأنه في علاقة وطيدة مع مسيو سامر؟ أكيد أكيد، صديقي سامر، وفي أكثر من حدا متكرم وكمان بحبون كتير وأصدقائي، وكمان بدي وجه تحية كمان لدايل اللي عن جد تستاهلها التكريم، يعني بتشتغل بأعمال إنسانية حتى ببرنامجها مثل ما بتعرفي. أنا بدي أشكرك، بدي أقول لك تانك يو كتير، تميز على طول، إبداع بالموسيقى، جمال بكل شيء، تانك يو كتير لك. ثانك يو لإلكي لينا، وبدي كمان وجه تحية للأستاذ هادي الحجار كمان، يعني هيدا إذا بدي كوي ورا الكواليس الشغل كله كان عليه، يعني كمان تحياتي لألو، وثانك يو لإلك لينا، وعطول أنت مميزة بكل شيء. ثانك يو. خالد القبطان لقب متميز لفنان صوته كتير رائع بمهرجان كريستال أورد، أهلا وسهلا فيك. الله يخليكي، نورتونا والله يخليكم، ان شاء الله بتضلوا متابعيننا على طول. حبيبتي انت لينا، حضرتك دائما اعمالك عم تكون مع فادي بدر الفنان المتميز، مثل يعني دائما فنان متميز بنقي الاكيب تاعه كمان بعمله متميز، بتصور هو اعطاك لقب القبطان؟ هي فكره القبطان فكره فادي بدر، واقتراحات شوي بدر، واقتراح القبطان كان اقتراح فادي، وفادي بالنسبة لي مش بس صديق فنان، لا فادي خيي، وفي أمور بزنس بربطنا سوا، ويعني اختياره للقب الفنان القبطان علاني فنيا جدا يعني من فترة. بتستاهل، أنا شخصيا سمعت صوتك وفعلا صوت رائع، في طرب أصيل بالصوت الحمد لله، بس كونه بالساحة صار عدد الفنانين كتير كبير، فإذا ما كنا متميزين بشيء لو بكاركتر أو بلوك أو بأي شيء ما فيها، ما في مستحيل واحد يوصل بهالوقت، صرنا كتير كتار
المجالات صرنا أكثر. الإنسان المبدع إلا ما يبين. هلا قلبي شو على تي في بتلاقي كل يوم 10-15 فنان جديد. فإذا ما كان في كاركتر ما كان في لون محدد ما في كيت ما فينا نكفي. والله يقويكم وإن شاء الله يا رب نضل تستمروا. مرسي لك. إن شاء الله بأعمال ونجاحات أكثر وأكثر. في شيء قريب كمان جدا. كمان كلمات وألحان فادي بدر و غنائك؟ ايه هذه أول غنية بتكون كلماته وألحانه لفادي وحتكون كثير مميزة بتسجيلها وبتصويرها وبكل شيء، وإن شاء الله يا رب الله يوفقنا ويوفقكم وشكرا كثير لكم. ميرسي لك.